الحقيقة يعني امبارح فقدنا قامة صحفية كبيرة، وهو الأستاذ صلاح منتصر، واحد من الأساتذة الكبار اللي ليهم مدرسة صحفية مميزة، وكان بيكتب في الأهرام عموده الشهير مجرد رأي. والنهاردة هتشيع جنازته من بهو مؤسسة الأهرام، اللي كانت شاهدة على رحلة عطاء ومسيرة مهنية طويلة للأستاذ صلاح منتصر. ترجل فارس الصحافة عن قلمه ورحل عن عالمنا الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر عن عمر ناهز 87 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات. وسيشيع جثمان الكاتب الكبير الراحل صلاح منتصر في 11 اليوم من بهو مؤسسة الأهرام، ليخرج من بيته الذي عشقه وتربى فيه وكان شاهداً على رحلة عطاء ومسيرة مهنية طويلة. ولد صلاح منتصر في دمياط والتحق بكلية الحقوق، ثم قام بالعمل مع الكاتب الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ الكتابة في عموده الشهير مجرد رأي الذي اشتهر بكتابته طوال سنوات. كان عضواً في مجلس الشورى وعضواً في المجلس الأعلى للصحافة في مصر ورئيساً لمجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، وتولى أيضاً منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر ورئيس مجلس إدارة دار المعارف للطبع والنشر. ونعى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين الراحل صلاح منتصر، وقالت النقابة إن الصحافة المصرية فقدت واحداً من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجاً للعطاء والتفاني في خدمة بلده ومهنته. يعني رحمة الله على الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر الأستاذ.